السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكثر الأعمال المستحبة في شهر شعبان، ولكن قبل شروعي في بدء هذا الفيديو نرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته لكي تعم فائدته فالدال على الخير كفاعله. إخوان الكرام، كان شهر شعبان من أكثر الشهور التي يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها بعد شهر رمضان. فمن الأعمال المستحبة في شهر شعبان أولا الصيام. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي الحديث عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. صحيح الترغيب للشيخ الألباني رحمه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام. وكان أحب الصوم إليه في شعبان. ثانيا قراءة القرآن. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان طلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ورواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه وابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. فضل شهر شعبان. من فضائل شهر شعبان أن الأعمال ترفع فيه إلى الله. يستدل على ذلك بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما سأل الرسول عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن فضائله كذلك مغفرة الذنوب، فقد اختص المولى عز وجل ليلة نصف من شعبان بفضل عظيم، وهو ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ومن فضائل شهر شعبان كذلك استجابة الدعاء. قال الشافعي رحمه الله: بلغنا أن الدعاء يستجاب في 5 ليال: ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، عظيمها وصغيرها يا رب العالمين. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله فالدال على الخير كفاعله.